القاسم ليلة العاشر الحسين راوى أصحابه بالجنة. القاسم وأهل بيته طبعا، حتى علي الأكبر راوى مكانه بالجنة، القاسم ما راوى مكانه بالجنة، ما راوى الحسين. القاسم رجع الخيمة أم حزين مكروب مهموم. أم دخلت للخيمة شافته قاعد راسه بين ركبتيه ما مرتاح، قالت له شبيك ابني؟ قالها والله يا أمه اليوم عمي الحسين فرق بيني وبين علي الأكبر وأنا ما مرتاح. قالت له ابني شنو تحكي، صدق تحكي أنت؟ حسين إمام معصوم، شنو فرق بينك وبين علي الأكبر؟ شو الحكي هذا؟ الحسين يهتم بيك أكثر من علي الأكبر، الحسين يداريك، الحسين يعتبرك أمانة عنده، شلونك تقول؟ قال أقول لك فرقت، ليش هذا فرق؟ أنا قاعد أقول لك فرق الحسين اليوم. قالت لا عجيب ابني شلونك تقول؟ قال أقول لك فرق، عمي فرق اليوم بيني وبين علي الأكبر. قالت له شلون فرق؟ سولف لي. قال هراوى علي الأكبر مكانه بالجنة ومراواني. قالت له ها ابن الحسين من خوف عليك من حب إليك علي الأكبر ابني قدم للسيوف، أما أنت أمانة عند الحسين يخاف عليك ما يريد يطيك للسيوف من خوف عليك. قالها المهم خوفه فرق بعد. قلت له راويني مكاني مثل علي الأكبر، عمي ما راواني مكاني. قالت لي خاف عليك الحسين ما ينطيك الحسين. بعدين قالت لي يا ابني ست ليش ضايق؟ يجي باكر والله كريم، هاي الساعات تخلص ونشوف شي يصير، خلينا نشوف شي يصير. صار يوم العاشر اول هاشمي برز علي الاكبر، علي الاكبر، واستشهد علي الاكبر عليه السلام. القاسم ضاقت به الدنيا، اجى العم الحسين قال له عم علي الاكبر استشهد انا اطلب الاذن. قال له ما اذن لك ولدي، ما اذن لك، انت وديعه اخي الحسن ما انطيك. ضاقت به الدنيا. القاسم اكو عنده فكره انه ابوه الحسن كاتب له وصيه وقايل له اذا يوم من الايام ضاقت بك الدنيا اقراه، راح تلقى بيها فرجك ان شاء الله تعالى. راح الامه قالها امه تتذكرين انت قايلت لي؟ قالت نعم. قالها اعطيني الوصية أرد أقراها، أنا ضاقت بي الدنيا الآن وأرد أقرأ الوصية. طتها الوصية فتحها، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسن بن علي إلى ولده القاسم، ولدي قاسم إذا رأيت عمك الحسين، إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا في أرض يقال لها كربلا في يوم يقال له عاشوراء، فلا تقصر عن نصرته ولدي قاسم. جاب الكتاب يركض به العم الحسين عليه السلام وهو يقول اقرأ يا عم. قرأ الحسين وصية الحسن للقاسم، قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولدي قد أذنت لك، ولكن يا ولدي يا قاسم روح ودع النساء. اجى القاسم الى خيم النساء، دخل الى الخيمة لزمة ترجاب اسكينة وعمته بنحرة شمة، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي امه، يا ابني يا جاسم هالوقت حالك العمك ضمه، شد الرمح وتشن يا والدة تدعي لي، ماشي أنا يا والدة من غير ما تقلي لي. ليش ماشي؟ عمي وحيد بكربلاء. أويلي عليك أبا عبد الله، كاسر القلب أنت، الكل مكسور قلبها عليك يا حسين. عمي وحيد بكربلاء المن أضم الحالي، أوصيج قالها وصية سمعين لفظ جوابي، شبان لو شفتي غنب الله دذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي. ودع النساء وخرج إلى القوم يقاتل وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن،
هذا حسين كالأسير المرتد. والله يحرق القلب هذا الحكي. الحسين أسير يا وسفة يا أبا عبد الله. هذا حسين كالأسير المرتهن قاتل قتال الأبطال صلوات الله وسلامه عليه، وبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله أخذ يشده غير مبال بالقوم، جاءه الخبيث الأزدي من خلفه وضربه بالسيف على رأسه، رحم الله من نادى وقاسما، رحم الله من نادى وسيدا، صاح أدركني عم يا حسين بيك وناداه يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هاني لكم تخلوني وحيدي. جلس عنده الحسين والغلام يفحص برجليه يعني يرفع قدما ويضع أخرى، قعد يم الحسين قال صبرا ولدي ما هي إلا هذه الساعة حتى نفد على جدك رسول الله فنشكو إليه ما جرى علينا. بعدين سوى الحسين خل حلقة بإذان القاسم، قال لرملمتان يا عرسك يا جزا، وين الشباب؟ حق الشباب على الشباب، ليلة الثامن ما ظل عندنا شيء. يا برم لمتان يا عرسك يا جزاء، مشلون تعوف وفوق الثرى تنام، يا بتدريها تعد ساعات وايام، العرسك يا بدر يا بدر تام، يا كربلا يا حزن والام. استشهد بين يدي الحسين، حمله الحسين ورجلاه تخطان في الأرض. ليش؟ لأن الحسين كان محدودة بالظهر، أخذه إلى الخيام خلاه بصف علي الأكبر، علي الأكبر على اليمين والقاسم على الشمال، وجلس الحسين بينهما. دخلت زينب شافت المنظر، علي الأكبر منا والقاسم منا والحسين قاعد بنصهم، صاحت شبان مثل الورد، والله يزون حسافة على الغبر ينامون، يا شبان بالله لا تلوجون، تقطعون قلبي من تونون وحسرات الدنيا تجرون. المهم قالت لأبا عبد الله قال نعم، قالت لسيدي ومولاي يطلب منك شيء أنا مستحية منك، قالها قولي. قالت لأبا عبد الله لو تطلع من الخيمة، قالها ليش أطلع من الخيمة؟ قالت له رملة تريد الطبل وليتها، ورملة تقول إذا الحسين قاعد أنا ما أخذ راحتي، ما أقدر أسوي شيء احتراما للحسين، فإذا الحسين يطلع حتى أطب على وليدي أنا عب راحتي والطم براحتي. يا بخذت أم الخدر مني دبو اليمة، وصاحت على عروسة والنسى وأمه، ساعة زينب تناديه يا عمه، وساعة ما تقبل بيه وتضمه، تقل لي يا الولد حق طلعت وفاي، ويا ابني خوش جازية التعب ورباي، يا قطعة قليبي وبعد هايوها، يا ابني عجنت حنتك من دمع عيناي،